بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى استكمال هذه الفقرة التي كنا قد بدأناها فيما سبق. إذن كنا قد توقفنا مع هاد الفقرة كما نلاحظ، dans le jardin de grand-père، dans le jardin de grand-père. إذن كما رأينا في حديقة الجد، dans le jardin de grand-père. Dans le jardin de grand-père, il y a aussi des poules grises et des petits poussins jaunes qui ont 4 jours. Dans le jardin de grand-père, il y a aussi des poules grises et des petits poussins jaunes qui ont 4 jours. Qui ont 4 jours. Idan, fi hadiqat al-jadd, hunaka aydan dajajat ramadiya et des petits poussins jaunes. ثم هناك فراخ صغيرة صفراء كيهم 4 جوغ الذين عندهم 4 أيام. تيامينا دون دي غران أو بول، تيامينا دون دي غران أو بول. مينا جيت دو بلي لي بول بيكور لي غران، لي بول بيكور لي غران. إذن تيامينا أمسكي أمينة، خذي يا أمينة دون دي غران أو بول، أعطي حبوبا للدجاج. من جيت دو بلي، إذا من ترمي قمحا، لي بول بيكور لي غا، لي بول بيكور لي غا. إذا الدجاج ينقب الحبوب. إذا نعيد بدون ترجمة طبعا حتى تترسخ الفكرة. دون لو جاردان دو غران بيغ، إلي أوسي دي بول غريز، إي دي بوتي بوسا جون كي أون 4 جوغ. Tiamina, donne du gras aux poules. Tiamina, donne du gras aux poules. Mina jette du blé, les poules picorent les gras. Et les poussins, dit Mina, que faut-il leur donner? Que faut-il leur donner? Et les poussins, Walfirach, dit Mina, taqul Mina, que faut-il leur donner? Mada yatawajab, annu'tihim. Mada yatawajab, إعطاءهم. الجواب لا ريبونس سي اون لور دون دو بان ترومبي دون دو لاي، اون لور دون دو بان ترومبي دون دو لاي، اون لور دون دو بان ترومبي دون دو لاي. طبعا لو لاي هو الحليب. اون لور دون دو بان ترومبي دون دو لاي. اي لي بوسا دي مينا، والفراخ تقول مينا، كو فوتيل لور دوني، كو فوتيل لور دوني. ماذا يتوجب إعطاءهم؟ إي لي بوسا دي مينا، كو فوتي لوغ دوني؟ أون لوغ دون دو بان ترومبي دون دو لاي، أون لوغ دون دو بان ترومبي دون دو لاي. إذا نعطيهم خبزا ترومبي منقع مغطوس. طبعا لو ضرب ترومبي أنك تتغطس، طبعا ترومبي المقصود أنه مغطوس. إذا أون لوغ دون دو بان ترومبي، إذا نعطيهم خبزا مغطوسا أو منقعا دون دو لاي في حليب، يعني أنه تكون مرطب في الحليب. إلي لابا كومون جتيل، إلي لابا كومون جتيل. والأرانب ماذا تأكل؟ إلي لابا كومون جتيل. والأرانب ماذا تأكل؟ دولارب، دولارب، عشبا. إذا المقصود أنها تأكل عشبا. دي فوي، دي فوي دو سلاد، دي فوي دو سلاد، أوراق السلطة، دي بان، وتأكل أيضا خبزا. إي لي بوسا دي مينا، كو فوتي لوغ دوني؟ أون لوغ دون دي بان ترومبي دون دي لاي، أون لوغ دون دي بان ترومبي دون دي لاي. إي لي لابان، إي لي لابان كومون جتيل، إي لي لابان كومون جتيل؟ دو لارب، دو فوي دو سلاد، دي بان. مينا أوفر لا بورت دين كاج، مينا أوفر لا بورت دين كاج. Et il tire dans sa main des morceaux de pain. Le lapin prend un morceau avec ses dents, mais il mord aussi le doigt de Mina. Mina ouvre la porte d'une cage. Et il tire dans sa main des morceaux de pain. Le lapin prend un morceau avec ses dents, mais il mord aussi le doigt de Mina. Iden Mina ouvre la porte d'une cage. Iden Mina teftah baben. Iden Mina teftah bab. D'une cage, d'une cage. Bep, qafas.
إذن هي فتحات الباب ديال واحد القفص، ديال واحد القفص، دون كاج. في المذكر نقول أه، في المؤنث نقول إن. أه يعني واحد، إن كما نقول واحدة. لا بورت دون كاج. إل تيا دون سا ما دي مورسو دو بان، إذن هي تمسك في يدها. إل تيا دون، طبعا كما قلنا هذا سي لو فيرب تونيغ كونجيغي كونجيغي أو بريزون. سي لو فيرب تونيغ أو بريزون، إذن هذا فعل أمساك في الحاضر. إل تيا دون سا ما، إذن هي تمسك في يدها دي مورسو دو بان، قطع خبزين. لولا با بخون أن مورسو أفيك سي دون. لولا با بخون أن مورسو أفيك سي دون، إذن الأرنب يأخذ قطعة أفيك سي دون بأسنانه. إذن الأرنب بخون سي لو فيغ بخوندغ، سي لو فيغ بخوندغ، هذا فعل أخذ. أن مورسو، أن مورسو يعني قطعة، كلمة هنا مذكرة. أن مورسو، إذن لو مورسو ستامو ماسكولا، ستامو ماسكولا، إذن هي كلمة مذكرة. إذن نقول أن مورسو، لولا با بخون أن مورسو أفيك سي دون، إذن يأخذ قطعة بأسنانه. سي دون، سي دون، أسنانه. ثم مي ولكن إل مور أوسي لو دوا دو مينا، ولكن هو يعض أيضا، ولكن هو يعض أيضا، أنه يعض مع هاد القطعة، تيعض معها أشنو؟ لو دوا دو مينا، تيعض الأسبوع ديال مينا، أسبوع مينا. أما إل مور أوسي لو دوا دو مينا. لو دوا سين أن بو، لو دوا سين أن بو، طبعا لو فيرب سيني المقصود به نزف. لو دوا سين، إذا الأسبوع ينزف، ينزف دما. لو دوا سين أن بو، إذا الأسبوع ينزف قليلا. من السمي أبلوغي، من السمي أبلوغي، إذا من تبدأ أو تأخذ أبلوغي في البكاء. أولا تنعرف بأن لو فيرب ميتر يعني فعل وضع. لو فيرب ميتر تيجي في معاني أهمها وضع، يعني أنك تضع شيئا. ممكن أنه يعني لبس. جو مي اون كرافات، جو مي اون كرافات يعني أنا أضع ربطة عنق، المقصود أنني ألبسها. إذا نتكلم عن لو فيرب ميتر، أحيانا نتكلم عن لو فيرب سو ميتر، الفاعل يضع نفسه، أو نتكلم عن أشخاص أنهم يضعون أنفسهم، يضعون أنفسهم في مكان ما مثلا. إذا نتكلم عن لو فيرب سو ميتر، وممكن نتكلم عن سو ميتر أ كما عندنا هنا. هنا عندنا سو ميتر أ يعني أنك تبدأ في أو تأخذ في. من السمي أبلوغي، إذا من تبدأ في البكاء. من السمي أبلوغي، من تبدأ في البكاء. هنا عندنا سوميتر أ، إذا هاد لالوكيسيون هاد الصيغة أنها تكون على هذا الشكل. طبعا لو فيرب ميتر يصرف، هاد سو أيضا تصرف على حساب، على حساب لو سوجي. مثلا إذا تكلمت عن نفسي سأقول جو مو مي أبلوغي، جو مو مي أبلوغي يعني أنني بدأت في البكاء. أو أقول مثلا تيتو 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 مي أبلوغي، أنت تبدأ في البكاء أو أنت تبدأين في البكاء. إيل سو مي أبلوغي، أو نقول مثلا نو 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 نو، هاد نو التانية ديال سو تتصرف هاد سو. نو نو ميتون أبلوغي يعني نحن بدأنا في البكاء. أو نقول مثلا فوفو فوفو، هاد سو مع فو تقلب إلى فو، فوفو ميطي أبلوغي، أنتم تبدأون في البكاء. إيل سوميت، إيل سوميت أبلوغي، هم يبدأون في البكاء أو هم يأخذون في البكاء. في الغالب يصرف مع إيل كما عندنا هنا، في الغالب يصرف مع إيل أو إل سونز إس. نتكلم عن المفرد. لو دوا سين أن بو مينا سومي أبلوغي، إذن الأسبوع ينزف، ينزف قليلا. مينا سومي أبلوغي، مينا سومي أبلوغي، إذن مينا تبدأ في البكاء. ماذا قالت مينا؟
Méchant lapin, dit Mina, tu m'as mordu. Méchant lapin, dit Mina, tu m'as mordu. Tu m'as mordu. إذن méchant, تبقى نقول عن شخص بأنه méchant, يعني أنه شرير, يعني أنه شرير. Méchant lapin, يعني أرنب شرير, دي مينا, تقول مينا. دي مينا, تقول مينا. Tu m'as mordu. أنت عضدتني. أنت عضدتني. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب موردر. نتكلم على لو فيرب موردر. كما رأينا قبل قليل, لو فيرب موردر. غير هنا مصرف في البريزون, il mord, يعني هو يعض. ولكن هنا, هنا مصرف في الباسي كومبوزي. كما ذكرنا فيما سبق, باش يكون عندنا لو باسي كومبوزي, خاص يكون عندنا لوكسيليير, يا اتر, أو افوار. شنو تيتبعو؟ تيتبعو لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل المراد تصريفه. بحال هنا عندنا لو فيرب مورد, بحال هنا غنقلبو على لو بارتيسيباسي الخاص بفعل موردغ. موردغ غنقلبو على لو بارتيسيباسي الخاص بفعل موردغ, يعني فعل عضة. لو بارتيسيباسي هو موردي, ولكن بدون هاد أ, بدون هاد أ. موردي بدون هاد أ, هذا هو لو بارتيسيباسي الخاص بفعل موردغ. إذا نقول تيا موردي, نقول جي موردي, أنا عضدت. تيا موردي, أنت عضدت. إل أ موردي, هو عض. نو زافو موردي, نحن عضدنا. فو زافي موردي, أنتم عضدتم. إل زون موردي, هم عضوا. ولكن هنا زدنا لنا واحد الأم. هاد أم شنو تتعوض؟ شنو تتعوض هاد أم؟ المقصود هنا تيا موردي مو, أنت عضدت أنا. أو بيان تيا موردي مينا. ولكن مينا هي اللي تتكلم هنا. أنا غنقول تيا موردي مينا إذا كنت أنا الذي أحكي عن مينا. أقول للأرنب تيا موردي مينا. تيا موردي مينا. تيا موردي مينا. أنت عضدت مينا. ممكن نعوض مينا هنا في هذه الحالة بآل. تي لا أموردي. تي لا أموردي. سنكتب هكذا. تيا موردي مينا. تيا موردي مينا. طبعا كما تشوفوا عندنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل موردر. مينا جات هنا. ولكن ممكن نعوضو مينا إلا كنا كررناه من قبل. ما بغيناش نبقاو نعوضوها مرة أخرى. إذا سنقول ماذا؟ تي لا أ موردي. ولكن كما ذكرنا فيما سبق, شوف هنا شنو عندنا. شوش عندنا هنا؟ هاد مينا اللي هي مؤنثة عوضنا بهاد الضمير, وهاد الضمير سبق لنا هاد الفعل. شنو غنديرو؟ وهذا مؤنث, غنزيدو أ. طبعا هنا عندنا أ, وهنا عندنا أ. شنو غنعملو؟ غنحذفو هاد أ, ثم نضع أبوستروف. تي لا موردي. تي لا موردي, أنت عضدتها. ولكن في حالة مينا تتكلم على نفسها, ماذا قالت؟ تي يا تيا تيا موردي مو, أنت عضدت أنا, يعني عضدتني. إذا باش تكون سريعة نقول تي مو, تي مو أ موردي. شوفنا هاد مو تتعوض مينا. طبعا عندنا أ وعندنا أ, غنحذفو هاد أ لأن باش ميتلاقاوش هنا دو فويال, ثم نضع أبوستروف. إذا غتولي عندنا تي ما موردي. ولكن هاد ما شنو تتعوض؟ تتعوض أمينة. وأمينة واش مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة. إذا سنضيف أ هنا. إذا تي ما موردي, أنت عضدتني. لو كان أحمد هو الذي يتكلم هنا سنحذف هاد أ. إذا ميشون لابا دي مينا تي ما موردي. إذا أرنب شرير, تقول مينا, تي ما موردي, أنت عضدتني. سوني غيان دي غون بيغ أون غيون. سوني غيان هذا لا شيء, يعني ماشي شي حاجة كبيرة. ماشي شي حاجة كبيرة. سوني غيان هذا لا شيء. دي غون بيغ, يقول الجد. أون غيون, أون غيون ضاحكا. أون غيون
ضاحكا. يقول هذا الكلام وهو يضحك في نفس الوقت. إذا نتكلم عن صيغة لو جيرونديف، هذا لو بارتيسيب بريزون. مثلا هنا خضينا لو فيرب غير، طبعا أضفنا له أن تي. إذا كاين عندنا لو بارتيسيب باسي بحال اللي شفنا دابا ديال لو فيرب موردر، هذا تنستعملوه في الباسي كومبوزي، تنستعملوه في البلوس كو بارفي، في لو فيتور اونتيريور، وفي بقية الأفعال المركبة. كل الأزمنة اللي تتكون فيها تصريف واحد الفعل في جوج كلمات، إذا تنسميوها دي طون كومبوزي، هي أزمنة مركبة بحال اللي عندنا هنا. أما بحال هنا إيل مور، شوف هنا عندنا إيل ثم عندنا الفعل مصرف بوحده، ما قلناش مثلا إيل أمور أو إيلي مور، ما عندناش هذه، ما عندناش واحد مساعد هنا. إذا هذا ستان طون سامبل، ستان طون سامبل، هذا زمان بسيط بحال لو بريزون، بحال لامبارفي، بحال لو فيتور سامبل، إلى غير ذلك، لو باسي سامبل، إلى غير ذلك. إذا عندنا واحد المجموعة ديال الأزمنة تيكون فيها الفعل تيتصرف غير بوحدو، ولكن تيتغير في الآخر ديالو، ماشي بحال اللي كان عندنا. هنا عندنا غير لو بارتيسيباسي، وهنا عندنا المساعد. في هذه الحالة المساعد هو اللي تيتغير، هذا تيبقى نفسه. تنضيف بعض الإضافات بحال اللي عندنا هنا، إلى سبق واحد الضمير تيمثل مؤنث، إلى غير ذلك. أو في حالة مثلا فاش يكون عندنا الفعل تيتصرف مع إطخ، هذه راه ذكرناها فيما سبق، يعني أن الفعل فاش يتصرف مع إطخ، هاد الفعل هاد لو بارتيسيباسي تيتساكورد مع لو سيجي، مع لو سيجي ماشي مع الضمير بحال اللي عندنا هنا. فاش يتصرف الفعل مع لوكسيليغ أفواغ، يعني أن لو بارتيسيباسي تيتساكورد مع هاد الضمير ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت، هذا غنشوفوها. طبعا فاش تيتصرف الفعل في حالات اخرى، طبعا افعال اخرى تتصرف مع اتر، اذا هنا لو بارتيسيباسي تيتساكورد مع لو سوجي. ما معنى تيتساكورد؟ الا كان في المفرد ما تنزيدوش اس، كان مذكر ما تنزيدوش او، كان جمع تنزيدو اس، كان مؤنث تنزيدو او، كان جمع مؤنث تنزيدو او اس، نضيف او اس. اذا يقول جدنا سوني غيان دي غران بير اون ريون. اذا طبعا عندنا لو بارتيسيباس اللي شفنا هنا، وعندنا لو بارتيسيب بريزون، هذا عنده وظيفه اخرى تبين لنا بان هذا الفعل تيتم في الوقت اللي تيتم فيه فعل اخر. يقول جد سوني غيان دي غران بير، سوني غيان دي غران بير، سوني غيان دي غران بير، لا شيء يقول الجد. اذا هو يقول هذا الكلام en riant, ضاحكاً. C'est le participe présent du verbe rire. ولكن تنزيدو عليه هاد أون تتكون لنا ما نسميه لو جيرونديف، هذا غنعرفو فيما بعد. ثم ماذا فعل الجد؟ إيل أمبغاس مينا، إيل أمبغاس مينا، هو يقبل مينا، إيل أمبغاس مينا. إذا هو يقبلها بعدما قال لها لا شيء، هذا لا شيء، يعني ماشي شي حاجة هاد الجرحة. سوني غيان دي غران بير اون غيون، إيل أمبغاس مينا، إذا هو يقبل مينا. أي تا موستاش دي مينا سا بيك، أي تا موستاش دي مينا سا بيك. إذا ثم عندما قبل الجد مينا ماذا قالت؟ أي تا موستاش دي مينا سا بيك، آهين يعني شاربك، شاربك، أن الشعر شاربه أنه حاد مثل الشوك، كما نقول تا موستاش آهين شاربك تا موستاش. طبعا لا موستاش المقصود به شارب، لا موستاش، لا موستاش، حنا تنقولو في الدارجة الموستاج، موستاج، تا موستاش دي مينا. إذا شاربك تقول مينا، سا بيك، سا بيك، أنه يوخز تنقول بأنه تيدق، يعني أن الموستاج ديالك دقني في وجهي. غران بيغي، غران بيغي، إذن الجد يضحك. مينا أوسي سومي أغيغ، مينا أوسي سومي أغيغ، مينا أيضا سومي أغيغ. شنو المقصود بهذا الكلام؟
مينا أوسي سومي أغير. ما هو المقصود بهذا الكلام؟ أكيد أنكم عملتم مقارنة بين هذه الصيغة وبين هذه الصيغة. مينا سومي أبلوغي، مينا بدأت في البكاء. هنا طبعا عندما ضحك الجد مينا أوسي سومي أغير. إذا مينا أيضا بدأت في الضحك. Et enfin, nous terminons avec ces deux images. Nous prenons la première image, comme nous le voyons, on a les oreilles et les pattes du lapin. Regardons cette image. Où sont les oreilles et où sont les pattes du lapin? Voilà, on a les oreilles, voilà, ce sont les oreilles du lapin. Et ensuite, ce sont les pattes du lapin. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les oreilles et les pattes, et les pattes, et les pattes. Le lapin a quatre pattes. Le lapin a quatre pattes et deux oreilles et deux longues oreilles et deux longues oreilles. Les oreilles et les pattes du lapin. Idan udunayni udunay wa arjul al-arnab. Ensuite, nous prenons la deuxième image. Nous prenons la deuxième image. Combien y a-t-il de poussins? Combien y a-t-il? Combien y a-t-il de poussins? Combien y a-t-il de poussins? Combien y a-t-il de poussins avec cette poule? Combien y a-t-il de poussins avec cette poule? Comme nous le voyons, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'il y a 9 poussins et une poule. Et donc, à donc, il y a 9 poussins et des jages. Et donc, combien y a-t-il de poussins? Comme il y a 1000 farch. Comme il y a 1000 farch. Combien y a-t-il de poussins? Moi, personnellement, je pense qu'il y a 9 poussins. Et donc, un chersin, à donc, il y a 17 فراخ. إذن نعيد هاد النص. Dans le jardin de grand-père, dans le jardin de grand-père, il y a aussi des poules grises et des petits poussins jaunes qui ont 4 jours. Tiens, Mina, donne du gras aux poules. Mina jette du blé. Les poules picorent les grains. Et les poussins, dit Mina, que faut-il leur donner? On leur donne du pain trempé dans du lait. Et les lapins? Et les lapins, que mangent-ils? De l'herbe? Des feuilles de salade, du pain. Mina ouvre la porte d'une cage. Elle tire dans sa main des morceaux de pain. Le lapin prend un morceau avec ses dents. Mais il mord aussi le doigt de Mina. Le doigt saigne un peu. Mina se met à pleurer. Méchant lapin, dit Mina. Tu m'as mordu. Son héritier dit grand-père en riant. Il embrasse Mina. Aïe, ta moustache, dit Mina. Ça pique. Grand-père rit, Mina aussi se met à rire. إذن نستأنف فقرة القادمة إن شاء الله. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.